دين النصيحة، أنت مطالب بنصح غيرك حتى في ترويج بضاعتك. لابد هذا الشخص ليس فقط أعطيته بضاعة وسيخسر فيها وأنا رفعت عن كتفي وحملته إلى كتفه كما نرى من أخلاق بعض التجار، لا، دين النصيحة هذه لا تصلح لك، هذه لا تصلح لك. يا شيخ أنا معي 20,000 دينار تنصحني أشتري منك مصاحف وأوزع على الأردن؟ لا أنصحك. ليه ما هيك أنت ماشي أمورك؟ أولا ماشي بفضل الله، ثانيا هذه تحتاج إلى دقائق وخبرة وأشياء أنت لا يكفي أن تطلع عليها بدنانيرك، فعلى الغالب ستخسر وبالتالي لا أقبل لك الخسران. أما قل لا 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 أخذ وليش الأمور ماشية ولا هو مكسور. وبعض الإخوة، أحد الإخوة ولا حول ولا قوة إلا بالله، عاد من سفر العمل بعد أن قضى سنوات في خارج البلد وهو يدخر ليعمل مشروع عندما يرجع، فعندما رجع بما ادخر فإذا به يتعاقد مع أحدهم وهو صاحب ديانة لكن لا علم عنده في أمور الدنيا، فأهلك ماله. بكل ايش راحت مع انسان قال له كيف انا بتاجر وانا بس اعطيني. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دين النصيحة، الارض اعطيك الارض غير الخصبة وانا اخذ الخصبة، نهى الشرع عن ذلك. دين النصيحة ما بصير. بترتب على ذلك ما ذكرتم من التكافل والمودة والترابط، نعم هذا الأثر، لكن البداية النصيحة شمالها هي الأصل. طبعا هنا قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك